مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، استشارات ريال استيت في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم معاكم عن مبنى تجاري إداري في منطقة الحي المالي، مبنى سيتيديال. هو اللوكيشن بتاعه على قصاد الحدائق الرئيسية بجوار قطعة جراند سكوير. المطور العقاري للمشروع والأونر شركة صروح، وهي المالك لكومباوند انتراده اللي هو قصاد الإكسبو سيتي في منطقة الآر 7، والاستشاري الهندسي رائد فهمي. المول عبارة عن 2 بيزمنت وأرضي وسبع أدوار متكررة. هو يعتبر مبنى إداري وليس مول. التجاري فيه بيبدأ من الدور الأرضي والأول، والإداري بيبدأ من الدور الثاني لحد الدور السابع. الخدمات طبعا بيكون في ويتنج اريا، بيبقى في ميتنج روم، كونفرنس روم، بيبقى في جيم، حضانه وكيدز اريا. طبيعه المساحات بتبدا بالنسبه للارضي من 65 متر، ومتوسط سعر المتر بيبدا من 70,000 وبيوصل لحد 100,000. بالنسبه للدور الارض الاول المساحات بتبدا من 26 متر، والأسعار بتبدأ من 65,000 وبتوصل لحد 90,000. بالنسبة طبعا للإداري المساحات بتبدأ من 26 متر أقل حاجة، والأسعار متوسط سعر المتر بيبدأ من 35,000 وبيوصل لحد 45,000. بالنسبة للإداري بيكون تشطيب كامل بالمكيفات، التجاري بيكون بدون تشطيب. في صيدلية في الدور الأرضي طبعا، هي على الشارع الرئيسي قصاد الحديقة الرئاسية، ديت مساحتها 73 متر، متوسط سعر المتر فيها 130,000 جنيه. التقسيط بيكون على 7 سنين، مقدم 10% أقساط متساوية بدون أي فوائد. طبعا بيكون في وديع صيانة 10%، دي بتدفع وقت الاستلام، أو ممكن تتجدول مع الأقساط لحد قبل الاستلام. يعني دي تعتبر كده نبذة شبه مختصرة عن المبنى الإداري سيتيديال في منطقة الحي المالي. لو حضراتكم عندكم أي استفسارات خاصة بالمبنى، مهتمين للوحدات الإدارية أو التجارية اللي موجودة في الأريا ديت، ممكن حضراتكم تبعتولي من خلال اللينك الموجود في الديسكريبشن أو الوصف، يعني بحيث إن أنا أقدر أبعت لكم الماتيريال أو البروشور الخاصة بالمشروع. أو لو في عندكم أي استفسار بشكل عام عن السكني أو التجاري أو الإداري داخل العاصمة، رقمي قصاد حضراتكم على الشاشة، تقدروا تتواصلوا معايا في أي وقت. كان معاكم محمود كساب من ريال استيت جايد، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.